هل سبق وتساءلتم عن كيفية عمل مواقع الإنترنت التي تزورونها يومياً؟ كيف تتم معالجة البيانات والصور لتخرج على شكل صفحة متفاعلة مع المستخدم؟ يمكنكم الآن تعلم كواليس صناعة مواقع الإنترنت عن طريق تدريبات عملية خاصة مدروسة ومناسبة لمستواكم المعرفي في مجال البرمجة وتصميم مواقع الإنترنت. ستتعلمون في هذا التدريب أساسيات عمل الموقع ومكوناته، الفرق بين الواجهات الأمامية والخلفية، التقنيات والأدوات المستخدمة لإنشاء واجهات المواقع HTML, CSS, JavaScript، مهارة حل المشاكل والأخطاء خلال عملية التطوير، التعرف على أشهر المكتبات وأطر العمل المستخدمة في تطوير واجهات الويب، التعرف على أداة تتبع وتنسيق الإصدارات. مقر المركز بيلك دوزو مقابل دائرة قائم مقامية، الطابق السادس. لمعلومات أكثر يرجى التواصل معنا على رقم الواتساب المذكور في الإعلان.